طب احنا باللقطات الجويه دي بنحوم حوالين النادي الاهلي، لكن حالا خلال ثواني هندخل تحديدا مقر النادي الاهلي بالجزيره، ولان طبعا زميلتنا العزيزه ساره حامد موجوده هناك وجاهزه تماما عشان تعرفنا اخر الاخبار والمستجدات. يا صباح الخيرات عليك يا ساره، اهلا بيكي، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا كلنا متواجدين داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان ننقل لكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. وخلينا نبتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، الفريق الأول طبعا لكرة القدم للنهاردة إن شاء الله يعني هيواصل تدريباته بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش الساعة 4 العصر، وبعد كده الفريق يعني يا كريم بالكامل والجهاز الفني هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة غد ان شاء الله، واللي هتكون امام نادي سيراميكا كيلوباترا، وهتكون الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، واللي هتقام ان شاء الله في تمام الساعة 7 مساء على ملعب استاد القاهرة، ودي ان شاء الله هتكون يعني مباراة غد زي ما قلت هتكون الساعة 7 على استاد القاهرة. كده بالنسبة للفريق الاول لكرة القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى. والفريق الاول لكرة السلة رجال تحت قيادة المدير الفني الاسباني مستر اجاستي بوش. مستر اجاستي بوش طبعا بعد يعني احداث مباراه السوبر ما بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري قرر انه الفريق يرجع تاني ويواصل التدريبات بشكل طبيعي على صاله النادي الاهلي، صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان بعد كده يعني هتبتدي المباريات ان شاء الله في بطوله دوري السوبر يوم الجمعه، وهتكون الدور الاول من بطوله دوري السوبر، وان شاء الله هتكون المرحله دي او الدور الاول هتكون مرحله ترتيب الفرق من الفريق الاول ل او الفريق يعني رقم واحد لفريق رقم 8، ترتيب الفرق يعني مين الفرق اللي هتاخد الترتيب سواء الاول الثاني الثالث حتى الرقم يعني 8. يمكن ده بالنسبه لي يعني جميع الفرق ان شاء الله. يعني اول مباراه بالنسبه للنادي الاهلي هتكون مع نادي طلائع الجيش يوم الجمعه. كمان خليني اقول لكم ان امبارح يعني الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي يمكن صرح امبارح وقال انه يعني كل الاخبار حول يعني اعاده مباراه الاهلي والاتحاد السكندري مباراه السوبر، يعني قال يمكن انه ما فيش اي كلام او اي حاجه هتتقال يعني عن اعاده مباراه السوبر في الوقت الحالي غير لما نطمن يعني على مشجع الاتحاد السكندري يعني الوحيد يعني اللي حاليا متواجد في العنايه المركزه اسلام. يمكن قال يعني بعد ما نطمن يعني على صحه اسلام ويقوم بالسلامه ان شاء الله يعني ويرجع للاسكندريه، يعني ان شاء الله بعد ما يقوم بالسلامه هيتكلم او هيتقال يعني هل المباراه ان شاء الله هتتعاد ولا هيتم استكمال المباراه مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، ودي هتكون يعني مباراه طبعا السوبر المصري. كمان يعني خليني اقول لكم ان مستر اجاستي بوش وافق النهارده على انه او سمح لثنائي النادي الاهلي مؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر الشهير ببيدو ان هم النهارده يعني هيغيبوا عن تدريب النادي الاهلي وهيشاركوا مع فريق اللي تحت 20 سنه فريق 18 سنه لكره السله في بطوله الفاينل النهارده منطقه القاهره امام نادي الشمس، واللي هتقام النهارده ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء على صاله او ملعب صاله نادي حلوان. ده بالنسبه لرجال كره السله. كمان سيدات كره السله بعد يعني حصولهم على كاس السوبر المصري بعد ما فازوا على نادي سبورتنج النهارده ان شاء الله هيرجعوا يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي في داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره على صاله الشهداء عشان ان شاء الله برضو اول مباراه ليهم في يعني مشوارهم في ثالث او رابع بطوله الموسم ده هتكون مع نادي الطيران يوم الجمعه ان شاء الله، ودي برضو هتكون اول مباراه في الدور الاول في مرحله ترتيب الفرق من الاول للثامن. كمان خليني اتكلم شويه عن قطاع كره الطايره في النادي الاهلي، ويمكن امبارح يعني سيدات او فتيات الذهب في كره الطايره امبارح فازوا وتغلبوا على نادي وادي دجله في او ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره، فازوا على نادي وادي دجله بثلاث اشواط مقابل شوط. يمكن في اول شوط يعني شهد تاخر سيدات كره الطايره بنتيجه 25-17، وبعد كده يمكن يعني في البريك او في الوقت يعني اللي ما بين الشوط الاول والشوط الثاني اجتمع الكابتن حمدي صافي المدير الفني مع لاعبات النادي الاهلي وكلمهم يعني على ضروره انه يعني طبعا يرجعوا بقوه ويتقدموا في الشوط الثاني، وبالفعل يعني شهد الشوط الثاني تقدم سيدات كره الطايره ويمكن فازوا في الشوط الثاني والثالث والرابع وانتهت المباراه بثلاث اشواط مقابل شوط لصالح سيدات او فتيات الذهب.
ممكن خليني اقول لكم انه فريقنا يعني الفريق الاول للكره الطايره متصدر في جدول الترتيب يعني لبطوله الدوري برصيد 39 نقطه من اصل 13 مباراه في بطوله الدوري. والنهارده ان شاء الله يعني فتيات الذهب هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات يا كريم، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان عندهم يوم الجمعه القادمه ان شاء الله في بطوله الدوري. المباراه اللي جايه هتكون مع نادي هليوبلس وهتقام هنا ان شاء الله على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. كمان رجال الكره الطايره النهارده الماسترز عندهم تاني مباراه في الدور الاول من بطوله الدوري الممتازه للكره الطايره، وهتكون مع نادي سموحه الساعه 2 وهتقام على صاله ايسترن كومباني، ودي هتكون تاني مباراه. وتالت مباراه ان شاء الله يوم السبت المقبل هتكون مع نادي الزمالك وهتقام على صاله الزمالك في 100 عقبه، وهتكون في تمام الساعه 8 مساء. كمان لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لكم انه امبارح سيدات كره اليد تحت قياده الكابتن محمد عادل زولا امبارح فازوا على نادي الشمس بنتيجه 34-26، ودي كانت مباراه الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر. كده بشكل رسمي يا كريم يعني سيدات كره اليد تاهلوا للسيمي فاينل او دور النصف النهائي من بطوله كاس مصر، وهيقابلوا ان شاء الله او هيواجهوا نادي سبورتنج، ولكن لسه لم يتم تحديد يعني موعد المباراه من قبل الاتحاد المصري لكره اليد، ولكن المقرر ان شاء الله ان المباراه يعني تقام في شهر مارس القادم. النهارده هيكونوا في راحه سلبيه ايضا من التدريبات، وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه او يعني ان شاء الله يعني عشان الفتره القادمه عندهم مباراة نادي هليوبلس، ودي هتكون في بطولة منطقة القاهرة وهتقام في تمام الساعة 8 مساء على صالة النادي الأهلي، وهي صالة الأمير عبد الله فيصل داخل مقر النادي الأهلي. كمان الاتحاد المصري يعني لكرة اليد يعني امبارح صرح يا كريم وقال انه ان شاء الله يعني مع بداية السنة الجديدة هيتم يعني تحديد امتى ان شاء الله يعني النادي الأهلي هيلاعب نادي الزمالك في المرحلة النهائية من بطولة الدوري، ويمكن يعني حددوا ان شاء الله هيكون يعني خامس الجولات من المرحله النهائيه، وهتكون مباراه الذهاب يوم 23/2 ومباراه الاياب هتكون يوم 24 من شهر مارس شهر 3 القادم. ده بالنسبه ل يعني مواجهات النادي الاهلي ونادي الزمالك في بطوله الدوري. كمان خليني اقول لكم انه امبارح يعني رجال تنس الطاوله وطبعا مشاركتهم يعني النادي الاهلي مشاركته في البطوله العربيه للتنس الطاوله امبارح فازوا رجال يعني تنس الطاوله على نادي خان يونس الفلسطيني بنتيجه 3 اشواط مقابل لا شيء. ويمكن يعني البطوله العربيه دي اللي بتقام يا كريم في مصر طبعا على ملعب استاد القاهره بمشاركه 25 نادي في منافسات الرجال و15 نادي في منافسات السيدات. يمكن امبارح يعني فازوا رجال تنس الطاوله رجال النادي الاهلي ويمكن بمشاركه ثلاث لعيبه هم محمد البيلي محمد شومان ويوسف عبد العزيز. ده بالنسبه لرجال تنس الطاوله، والنهارده ان شاء الله عندهم مباراه ثانيه ولكن هتكون مع نادي كويتي هو نادي فححيل الكويتي النهارده ان شاء الله برضو على صاله او على ملعب استاد القاهره. كمان سيدات تنس الطاوله امبارح فازوا على نادي اهلي سيدا بثلاث اشواط مقابل لا شيء وبمشاركه هنا بوده نادين دلوتلي والاء يحيى، والنهارده ان شاء الله عندهم مباراه ثانيه وعلى نفس الصاله صاله ملعب استاد القاهره، ولكن هتكون مع نادي الاعمال الحره، وده هيكون ضمن منافسات بطوله العربيه لتنس الطاوله المقامه في مصر على استاد، وجميع المباريات هتكون على استاد ملعب استاد القاهره ان شاء الله طبعا في مدينه النصر. كان دي كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. عفوا يمكن طبعا انا معاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كريم تفضل. كلها أخبار جميلة الحقيقة، وبنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية المتميزة. طيب دي كانت أخبار النادي الأهلي.